نعرف بقى جديدك الفتره اللي جايه ايه بتعملي ايه. انا خلصت نصيبي واسمتك مع عمرو محمود ياسين الجزء الثالث. الجزء الثالث ومبسوطه جدا اني بشتغل معاهم شركه ارت ميكرز. وعمرو محمود ياسين صراحه عبقري وعنده جمل حواريه وافكار جميله. يعني حبيبتي من تكون دي كانت قلبت الدنيا, قلبت السوشيال. من تخون على فكره. تخون متلخبطه عشان عبد الحليم. فكانت جميله قوي, ويعني كانت من احسن شركات الحقيقه, وناس محترمين جدا. وبعمل دلوقتي بلا دليل مع الاستاذه منال الصيفي انتاج سينرجي, دور برضو يعني ست طاقه شويه بتاعت نوادي وسفارات وخروجات ونزولات, ومش مهتميه بجوزها ولا بيتها ولا اولادها ولا ولا ولا, والنتيجه بقى هتشوفوه. ان شاء الله بالتوفيق دايما, وبشكرك وبتمنى لك يعني مزيد من النجاحات طبعا, وبرضو تفرحي بملك ان شاء الله. باذن الله. ميرسي ميرسي يا ميرسي.